الو تمام. بسم الله، توكلنا على الله. ان شاء الله هنبدأ النهارده نتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي التشارج. طبعا قبل التشارج كان عندنا قلنا هنتكلم في البوستنج الخاص بيه، او اللينك اللي موجود ما بين السبلاي تشين وما بين الجنرال ليدجر. فان شاء الله النهارده هنوضح الموضوع بطريقه اسهل. هنقسم البوستنج لجزئين. هنبدا نعمل بوستنج على الانفويسنج فقط، يعني بمعنى كده، بمعنى ان احنا هنعمله على الفاينانشال امباكت، اللي هو الربط ما بين السبلاي تشين والفاينانشال، مش على الريسيت. هنقسمه جزئين عشان احنا لما شرحناها المره اللي فاتت حسينا بصعوبه شويه، لان طبعا في ناس مش محاسبين، فالموضوع كان صعب شويه. فانا هعمله هقسمه النهارده ان شاء الله على جزئين. هعمل جزء فاينانشال، يعني التشيك بوكس اللي هي موجوده في الفيزيكال هعمل لها ريموف، اللي هي في الايتم موديل جروب، وهنبدا نشتغل على الفاينانشال، جزء الفاينانشال فقط. وبعدين لما نفهم الجزء الفاينانشال هوريكم التأثير على الفيزيكال، الجزء لما اجي استلم المواد في المستودع هنشوف تأثيرها ازاي، هيأثر معايا في حسابات الجنرال ليدجر وحسابات ميزان المراجعة. فاحنا هناخدها على جزئين، احنا خدناها مرة واحدة بس فعلا مرة واحدة كانت صعبة. هقسمها لكم على جزئين ان شاء الله. فهنتكلم في النقطة ديت. النقطة التانية هنتكلم في التشارج، هنشرح التشارج تفصيلي، واحنا قلنا ايه المقصود بالتشارج. التشارج هي ان انا دلوقتي لو انا بشتري مواد من مورد او ببيع مواد لعميل، المواد ديت انا لو فرضت ان انا بشتري بضاعه من المورد، لما بشتري منه بضاعه في غير الايتم كوست او غير تكلفه الصنف او تكلفه الشراء اللي انا بشتريه، في تكلفه اضافيه بتسمى تشارج. ايه التكلفه الاضافيه؟ زي عندي مثلا اللودنج، عمليه التحميل، في عمال بتشيل المواد وتحملها، الترانسبورتيشن او الفرايت، الشحن، كل التكلفه ديت انا بضيفها. طيب يا ترى بيتم اضافتها على حسب سياسه الشركه، يعني تكلفه الشحن او تكلفه الحموله او تكلفه النقل او تكلفه الباكجينج او اي تكلفه، هل سياسه الشركه بتتبعها ان التكلفه دي تحملها على تكلفه الصنف، ولا ان هي بتحملها عندها اكسبنسز مصروف؟ يبقى عندي في تو تايبس للتشارج. هنشوف دلوقتي الرسمه اللي انا كنت بعتها لكم النهارده. تعالوا نشوف كده، نبدا من ايه، من الاول. طيب اول حاجه عندي الميسيلينيوس تشارج، هي بتسمى ميسيلينيوس تشارج، اللي هي ايه، اللي هي التشارج الميسيلينيوس المتنوع. عندي الفرايت اللي هي الشحن، والانشورنس، والهاندلنج، والريسايكلينج، والباكجينج، والبوستج. دي امثله للشحن. طبعا مش الامثله دي كلها ممكن ما تكونش بتطبق في الشركه، يعني ممكن شركه فيها فرايت فقط، في شركه انشورنس، في هاندلنج، في ريسايكلينج، في باكجينج، في بوستاج. طيب يبقى على حسب سياسه الشركه، لكن على الاقل الشركه فيها حموله، يعني في مثلا اللي انا بجيب بضاعه من المورد، ففيه لودنج، في فرايت، فيه انشورنس على البضاعه. طب ازاي المصروفات دي اتعامل بها ازاي وانا بشتري بضاعه؟ اضيفها ازاي في البي او؟ طيب وهضيفها في البي او هحملها تكلفه على الصنف، يعني قيمه الصنف تزيد بقيمه التشارج دي ولا؟ باشمهندس محمد معذرة، في واحد بيقول اللينك مش شغال، مش عارف. نتكلم دلوقتي في التشارج زي ما قلنا دلوقتي. عندنا التشارج ايه انواع، وقلنا برضو على السريع تاني كده نلخص التشارج. التشارج زي ما قلت لما اكون هستورد بضاعة من مورد، البضاعة ديت فيها تكلفتين، تكلفة البرشيز ايتم او الكوست او الايتم كوست، سعر الصنف انا بشتريه بكام، بالاضافة بحمله بمصاريف اضافية او تشارج بتتحمل زي مصروفات النقل، زي مصروفات التأمين، زي مصروفات البريد، زي أي مصروفات على حسب سياسة الشركة. طيب المصروفات دي بحملها ازاي؟ المصروفات دي وأنا بعمل البي او بقدر أعمل تحميل للمصروفات دي، يعني ما أجيش مثلا شركة تكون بتستورد أصناف ويحملوا البي او بالكوست بتاع الصنف فقط، ويروح على قيد يعمل كود جنرال جورنال أو جنرال ليدجر، يحمل من حساب المصروف الى حساب المورد او الى حساب الكاش او الى اي شيء، هو على حسب الايه طريقه الدفع اللودنج او طريقه دفع الايه اللي تشارج. لكن لا، احنا دلوقتي من داخل البي او بنقدر نعمل كنترول، بحيث ان احنا دلوقتي لما بنشتري بضاعه انا بشوف تكلفه الصنف لما توصل عندي المستودع، لو انا بتبع سياسه ايه ان التشارج ديت او ان الحموله ديت هتتحمل على الايه سعر الصنف. طيب هنشوف دلوقتي ازاي هنعملها. طيب الجزء الثاني التشارج كان بي سيت اب فور، ممكن التشارج ديت تكون لصنف معين او مجموعه من البرودكت او البرودكتس. طيب ازاي الكلام ده؟ يعني دلوقتي عندي انا بستورد مجموعه من الاصناف، فانا ممكن يكون مورد معين بيورد لي البضاعه، انا بشيل تكلفه الحموله او بشيل التشارج ده، انا كشركه بيبقى التشارج دي مسؤوليتي، فبضيف قيمتها على البي او. وممكن لا يكون المورد متفق ان بي او بيديني سعر الكوست بس ايه وصال لغايه ما يوصلها لي المستودع. طيب فانا ممكن ان التشارج ديت اعملها على برودكت واحد او مجموعه من البرودكت او البرودكتس، يعني هشوف اوريكم ازاي ان السيستم اوتوماتيك يعمل لكم يحسب عملية التشارج الواحدة على صنف معين أو مجموعة من الأصناف، أو السيستم يعمل أي صنف هشتريه هيحمل عليه التشارج. طيب التشارج دي ممكن تكون لكاستمر واحد، وممكن تكون لمجموعة من الكاستمر، وممكن تكون لأول كاستمر. يعني إيه للتشارج في حالة الكاستمر؟ يعني أنا مثلا ببيع بضاعة للكاستمر، وبناء على الاتفاق اللي عليه أنا دلوقتي بمجرد ما أطلع البضاعة من المستودع، لو انت عاوزني اوصل لك البضاعه انا هحملك تكلفه التشارج معايا. فبناء على ذلك وانا برضو بعمل عمليه سيلز اوردر، السيستم بياخد في اعتباره عمليه التشارج، وبيكون مثلا بحسبها كايراد ليا، بتخفض من المصروف على حسب الاعدادات، هنشوف دلوقتي احنا هنعملها ازاي. فالكلام ده ممكن يحصل مع كاستمر واحد، وممكن لا انا ما هقول مثلا هعرف جروب من الكاستمر اللي هي بتسمى جروب تشارج، هعرف بس الجروب تشارج ده واضيفه لبعض الكاستمرز، وبناء عليه اي كاستمر معمول له اساين للجروب ده، بناء عليه لما اجي اعمل له سيلز اوردر السيستم هياخد في الاعتبار ان ده هيتحسب عليه التشارج، او اقول له اول كاستمر، ففي الحاله ديت السيستم هيعمل اي كاستمر هطلع له بضاعه او بعت له بضاعه هيحمل عليه التشارج. طيب كذلك ممكن تكون لمجموعه من الموردين او لمورد واحد او الفندور. ما انا عندي التشارج هنا، يعني يا اما تشارج نتيجة أنا بشتري بضاعة، يا إما تشارج نتيجة أنا ببيع البضاعة. فممكن برضو عندي إعدادات في السيستم إن أنا أعمل التشارج دي على مورد واحد أو مجموعة من الموردين أو الفندور. ليه؟ لأن أنا ممكن زي ما قلت لكم إن أنا وأنا بشتري بضاعة من المورد ده، المورد ده أنا بدفع له تشارج، لكن في مورد تاني لأ ما بدفعلوش، على حسب الاتفاق اللي بينه وبين المورد. جميل. طيب لو احنا بصينا للتشارج انواعها ايه؟ as a price charge، عندي الميثود اوف ادينج تشارج، انواع الايه التشارج اللي عندي او المصاريف اللي عندي اللي انا بتحملها. في ان انا عندي حاجه اسمها as a price charge. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ as a price charge يعني fixed amount، يعني اي صنف انا او مش اي صنف، انا بدخل على الاصناف اللي انا بدفع عليها تشارج وبثبت سعر التشارج. هوريكم دلوقتي ازاي ان انا بعمل تثبيت لسعر التشارج، وبناء عليها اما اجي اعمل سيلز اوردر او برشيز اوردر على حسب السياسه اللي انا بتبعها بيتم اوتوماتيك اضافه سعر التشارج على السيلز، على الصنف في السيلز اوردر او البرشيز اوردر. طيب مانوال، مانوال يعني ايه؟ يعني بحريتي انا بعمل برشيز اوردر، بكريت برشيز اوردر لمورد معين، ففي مورد انا بحط له تشارج ومورد لا، وانا داخل البي او بدخل اعمل ايه؟ اضيف، اقول المورد ده لو له تشارج، ففي طريقه مانوال بتقدر تضيف عليها التشارج، وتقدر تضيف التشارج دي از برسنتج ولا از اماونت، وبنعمل حاجه اسمها الوكيشن. يعني لو انا افترضت ان انا عندي مثلا مورد انا باخد منه، بشتري منه بضاعه، فهو عندي صرفت عليه لودنج او صرفت لودنج على البضاعه ديت مثلا 1000 ريال. طيب ال1000 ريال ديت انا اشتريت منه 10 اصناف، كل صنف مختلف عن التاني. ازاي ان ال1000 ريال دي يتم توزيعها؟ هل يتم توزيعها على حسب الكميات اللي انا اشتريتها من كل صنف، ولا على حسب النت اماونت، ولا بنسبه؟ هنشوف الكلام ده وازاي السيستم يعمل عمليه الوكيشن، بحيث ان انا دلوقتي لو بشتري 10 اصناف عندي 10 لاينز، ازاي ان انا احمل كل صنف بما يخصه من اللودنج عشان ديت، عشان ينضاف للكوست برايس. طيب وفي حاجه اسمها اوتوماتيك. اوتوماتيك يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي وانا بمجرد ما ادخل اشتري بي او او اعمل سيلز اوردر، السيستم اوتوماتيك مش محتاج مني ان انا اعرف التشارج. اوتوماتيك هو فاهم ان الفندور ده عليه تشارج او ما عليهوش، او الكاستمر ده عليه تشارج او ما عليهوش، اوتوماتيكيا. طيب عندي as a price charge، النوع الاولاني اللي انا قلت عليه ده اللي هو as a price charge. بقول ان انا عندي this type depended on the price in item master data. النوع ده انا بضيفه في الايتم master data. اما باجي اعرف صنف، المحاضرات اللي فاتت اللي قلت لكم عليها في تعريف الصنف، في هنا اوبشن انك تحط التشارج على الصنف. وانا شغال بضيف الصنف او بكريت الصنف، فبشوف هل الصنف ده عليه تشارج او لا، فممكن اثبت التشارج. مثلا لو هي اماونت 10 ريال، 15 ريال، 20 ريال، بثبت الاماونت ده في الماستر وانا شغال، بحيث ان انا لما اجي اعمل سيلز اوردر او بيرشيز اوردر بيقرا الايه السعر، او بيقرا التشارج بتاعته. طيب في حاجه اسمها اندبندنت لكوانتيتي وديبندنت اون كوانتيتي. يعني فيه تشارج لا تعتمد على الكميات. يعني انا بشتري الصنف ده، اشتريت منه حبه عليها 10 ريال تشارج، اشتريت منه 20 حبه عليها 10 ريال تشارج، اشتريت منه 100 حبه عليها 10 ريال تشارج، يبقى التشارج بتاعته فيكسد، ثابته. وفي نوع بيبقى على ايه؟ على الكميات، ان انا كل ما اشتري كميات اكبر التشارج معايا بتزيد، يعني بتعتمد على الكميه. طيب خلينا ندخل ناخد جزء جزء كده معانا على السيستم ونشوف هنطبقه ازاي. انا دلوقتي هدخل هعرف صنف. بعد ما اعرف صنف هننتهز الفرصة ان احنا المشكلة اللي كانت معانا في المحاضرة اللي فاتت، هي مش مشكلة يعني، او الصعوبة اللي كانت موجودة معايا وانا بعمل انتجريشن مع جي ال، عايز في نفس الوقت ان انا هكريت صنف واربطه مع الجنرال ليجر، وفي نفس الوقت اعمل البي او مع التشارج. يعني انا باخد بروسيس كامل، يعني انا براجع النقطة اللي احنا كنا اللي ما كانتش واضحة بالنسبة لنا المحاضرة اللي فاتت، بالاضافة ان انا بضيف الجزء الجديد اللي هو خاص بايه؟ التشارج. هناخده كله في ايه؟ في سايكل واحد. طيب فاحنا بنبدا بانكريت صنف جديد. بنكريت منين؟ من برودكت انفورميشن مانجمنت. طيب اروح على البرودكت ودايركت ريليز برودكت، بدخل على ريليزد برودكت، هقول له نيو. طبعا جميل قوي. ريحنا موضوع الايه البرودكت نمبر اوتوماتيك، خلاص بقى انا مش محتاج ان انا ادخل كل صنف اعرفه مانوال، وبالتالي هتلاقي الاصناف عندي مرتبه وطالعه بشكل جاي. فهنسمي مثلا نقول نسميه نقول ايه، نسميه مثلا هنشتري صنف كده نقول عليه مثلا تيشو او تيست، او نقول مثلا جاكيت مثلا. تمام. طيب هنروح للايتم موديل جروب. كان في واحد قبل كده اسمه جاكيت عادي، اهم حاجه الرقم ما يتكررش، لكن الاسم عادي مفيش مشكله معايا. يعني السيستم ما يقبلش دوبليكيت للبرودكت نمبر، لكن يقبل دوبليكيت للنيم، عشان احنا ما نتلخبطش حتى. طب خليه جاكيت اي حاجه، جاكيت واحد، جاكيت اي حاجه، جاكيت تو. اوكي. طيب هندخل هنا في الايتم موديل جروب. زي ما قلنا احنا اتبعنا طريقه الويتد افريج، وشرحناها المره اللي فاتت، وقلنا مهمه جدا لازم تركزوا عليها. طيب الايتم جروب انا هكرت معاكم ايتم جروب من السكراتش، قلنا الايتم جروب دي وظيفتها. طب يلا نشوف الايتم موديل جروب ديت، برضو نقول ندي تعريف برضو سريع كده مع بعض. بنستخدم طريقه احتساب التكلفه، بنستخدم طريقه الويتد افريج، بحيث ان انا البضاعه اللي كل ما اشتري بضاعه السيستم اوتوماتيك بياخد في احتسابه الويتد افريج للصنف ده. طيب الايتم جروب ده عمليه الربط ما بين جزء الفاينانس وما بين السبلاي تشين، اللي بتربط لي الكوست او التكلفه اللي انا بشتريها بالفاينانس او الترايل بالانس. فاعمل رايت كليك فيو ديتيلز، هكريت ايتم جروب وليكن 60. بقول لحضرتك يا باشمهندس الايتم موديل جروب كده عند يعتبر عند البيع بس، صح؟ لا، الايتم موديل جروب تستخدم في كل حاجه، في الشراء وفي البيع وفي الادجستمنت. الايتم موديل جروب هي، انا قلت الايتم موديل جروب، او بص الايتم موديل جروب انا بكريت جروب للصنف معايا، وبروح على البوستنج. البوستنج ده هو اللينك ما بين السبلاي تشين وما بين الجي ال، سواء انا بشتري سواء ببيع سواء بعمل ادجستمنت على المستودع. حتى لما بعمل نيو بص كده، لاحظ معايا هتلاقي في بص التابات، في سيلز، في تابة بورشيز، في تابة انفنتوري، في تابة برودكشن، في تابة سيت اب، وير هاوس، ريفينيو ريكوجنيشن. اذا ده اللي انا بنشئ الايتم جروب عشان اي حركه تخص الصنف، سواء كانت مشتريات، مبيعات، ادجستمنت في الانفنتوري، هو ده المكان اللي بربط بيه بالجي ال. ماشي. انا بتكلم على الايتم موديل جروب اللي هو الويتد افريج، لان الويتد افريج هو البضاعه لو دخلت بسعر شراء كده كده بدخلها بسعرها، مش هعمل ويتد افريج. انما الويتد افريج هتبقى حاله وانا بطلع. لا، الويتد افريج برضه بتستخدم معاك في الشراء. ازاي؟ انا بشتري بضاعه، اشتريت الصنف النهارده ب 20، بكره ب 30، بعده ب 40، فالسيستم بيعمل ايه؟ بيروح يجمع ال 20 زائد ال 30 زائد ال 40 ويقسمهم على عددهم ويطلع لك الكوست بتاع الصنف. معايا؟ تمام كده، مشهور. حتى في الادجستمنت لما باجي حتى بعمل بحول من مستودع لمستودع، او ان انا بعدل القيمه بتاعه المخزون، المخزون يبقى له قيمه في الاخر برضو. صحيح. فكل ده بياخد والويتد افريج معايا في الاحتساب بناء على الايتم موديل جروب او الطريقه اللي انا بتبعها. فنقول ده مثلا فينيشت جود، ان هو صنف ايه قابل للبيع. تمام. وبعمل سيف. طبعا في سيت اب من هنا، بس انا مش عايز اعلمكم من هنا، لا انا عايز دايما اعلمكم انتوا هنا بس بتنشئوا الجروب، بعدين بتروح للبوستنج في نفس الموديول عشان تربطوه بالجي ال، في نفس الموديول اللي هو الايه الانفنتوري مانجمنت. كولابس اهو، سيت اب. شوفوا يا جماعه هنا انا عملت رايت كليك فيو ديتيلز، تقدروا تخشوا من هنا برضه، تدخلوا من هنا في حاجه عندي اسمها ايتم جروب اللي انا انشاته دلوقتي، وبروح على البوستنج. حتى من اسمها كلمه بوستنج يا جماعه، يعني الربط مع الماليه. في كونسبت كده مفهوم تعرفوه في كل المديول، في حاجه اسمها بوستنج بروفايل. البوستنج بروفايل يعني انت اما تدخل اي مديول، سواء اكونت بيبل، اكونت ريسيفبل، اي مديول عشان تعمل لينك ما بين الموديول ده وما بين الجي ال لازم بتدخل على البوستنج بروفايل، او هنا بنسميها هنا الايه البوستنج، عشان عمليه الربط. يعني عينك اول حاجه تهمك وانت بتعمل امبلمنتيشن لاي موديول، انك عينك واهم شيء عندك هو عمليه الربط ما بين الموديول اللي انت فيه وما بين الجي ال، لان اصلا بدون الربط ده الموديول اللي انت شغال فيه مش هيشتغل، مش هينجح. فبدخل على البوستنج. طيب خلينا نبدا واحده واحده. انا دلوقتي هشتري، يبقى انا هدخل على موديول البورشيز واقول له نيو، لان انا عندي يعني انا عندي سيلز وبورشيز وانفنتوري وبرودكشن وستاندر. اول عمليه بتتم عندي عمليه الشراء، فبدخل على الايه البورشيز واقول له نيو. جميل جدا. هنا انا عايز اعمل اعدادات للجروب الجديد اللي انا انشاته، يبقى بختار من هنا جروب وبدخل اختار سيلكت لي الجروب بتاعي اللي هو 60 اللي هو فينيش دو جود. طيب انا وقفي هنا كده معناها ان انا بعمل بوستنج بروفايل للريسيت اهو موجود هنا. انا قلت حاليا بلاش الريسيت عشان خلينا، عشان في ناس بتتلخبط، خلينا دايركت فين في الانفويس. هناخد التانية برضو بس خلينا ناخدها جزء جزء يعني. لا خليها بالترتيب بالله يا باشمهندس، خليها بالترتيب. المره اللي فاتت، المره الاولانيه انا كنت فاهم شويه والدنيا كانت زي الفل، المره اللي فاتت عشان اختصرنا الدنيا تحس ان كان في لخبطه، فخليها بالترتيب ريسيف وبعد كده انفويس باللي هو الوضع الطبيعي اللي المفروض ان احنا هنمشي عليه. انا ماشي، انا ما عنديش مشكله، بس انا بقول لكم اصلا في بعض الشركات لا تستخدم الريسيت كفيزيكال. بعض الشركات تقول لك انا لما ما تقولي لما 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 انا استلم البضاعه في المستودع ما تعملوش قيد يوميه. انا مش هعمل قيد يوميه الا لما ايه، لما الفاتوره تجيلي. ما تخليش السيستم يعني عمليا كده انسى البوستنج بروفايل والشغل ده. عمليا لو انت شغال ما انتش بتعمل بي او، اشتريت بضاعه من مورد، انت هتخش في الماليه وتسجل القيد جي ال او في الفيندر جورنال امتى؟ لما الفاتوره بتجيلك من المورد هتدخل تسجلها، تقول من حساب مشتريات او من حساب مخزون الى حساب المورد. مش ده عمليا اللي بيحصل؟ بره السيستم بقى. يعني انا دلوقتي بقول لك يعني ايه الفرق. انا عمليا لو انا عندي الشركه ما فيهاش بي او، فبعض الشركات ما بتستخدمش البي او وما بتستخدمش الفول بروسيس، فدلوقتي بيستورد بضاعه او بيجيب بضاعه من مورد او خدمه المورد بيأديها له. فالخدمه ديت انا كاكونتنت او محاسب في النهايه انا بنتظر الفاتوره من المورد، باخدها اسجلها من حساب المشتريات او من حساب المخزون الى حساب المورد. هل انت لما استلمت البضاعه رحت انشات قيد يوميه؟ لا لا. هو في حالات، معلش بس هو في حالات ال الشركات اللي هي بيبقى فيها تشين او فروع وتوزيع على مخازن، هي دي اللي ممكن الفروع الصغيره تشتغل بموضوع الرسيد. يعني مثلا حاجه زي ستاربكس مثلا ليها فروع كتيره، فانت عندك او دكتور كافيه مثلا او كده، دي النهارده لما بيجي يوزع للمحلات الصغيره ديت، فكل محل بيبقى له انفنتوري خاص بيه وبيستلم على مستوى الفرع او المحل. وانا شفت كيس زي كده بصراحه. في انا مش بقول مش هديكوا دي، بس انا بديكوا الاغلبيه اللي انا هديكوا دي، بس انا دلوقتي عايز افهم الناس اللي هي اصلا في ناس مش محاسبين معانا، فانا بديله الخلاصه ان انا بستخدمها مثلا في 60% الشركات او 70%، وبعدين ان انا هدي اللي مش مستخدم كتير هديه برضه، بس ايه مش عايز ادي الاثنين ستيب مع بعض عشان اصلا كانت عامله لكم لخبطه. فانا هدي الستيب الاولانيه. ترتيبهم يا باشمهندس في مشكله؟ انا في الترتيب يعني بص، هو اولا في حاجه اقول لكم عليها، كون ان مايكروسوفت تديك اوبشن انك تستخدم الريسيف او لا، دي معناها كده ان في شركات بتستخدمها او ما بتستخدمهاش. لو البروسيس ده اجباري وكل الشركات بتستخدمه، مايكروسوفت مش هتدولك اوبشن. حطها قاعده عامه كده معايا. فانا هبدا ان شاء الله هدي بس الانفويس النهارده مع البروسيس بتاعنا، والمحاضره الجايه هديكم مشيها الاثنين، بحيث ان المحاضره ديت هيبقى فيها كل البروسيس اللي احنا خدناها كلها من اول الصنف لحد الاخر، فبحيث ان احنا لما نيجي نراجع نبقى عارفين المحاضره رقم 6 هي اللي فيها الزتونه زي ما بيقولوا يعني. ماشي، ما انا هدي هكمل، بس انا بقول ان انا اديته المره اللي فاتت الجزئين مع بعض، الاثنين مع بعض الفيزيكال والفاينانشال الناس ما فهمتش معايا، فانا هدي جزء الفاينانشال وهكمل تشارج. خلاص الناس استوعبت الفاينانشال وعرفت كده اليوميه بتنشأ ازاي، هقوم مديهم بقى المحاضره الجايه الفيزيكال. طيب فانا قلت دلوقتي هبدا، انا دلوقتي اعتبرت ان انا استلمت بضاعه والمورد جاب لي الفاتوره. طيب المورد جاب لي الفاتوره، يبقى انا عيني هنا على انفويس، كلمه انفويس عيني عليها، مورد جاب لي الفاتوره انفويس. يبقى انا هنا باجي هنا اقول له نيو. طبعا لو انا وقفت هنا، خدوا بالكم، لو وقفت هنا وقلت نيو، النيو دي بتخص مين؟ بتخص التاب اللي انا واقف عليها او الاوبشن اللي انا واقف عليه. طيب دي استلام، قلنا الاستلام هنأجله مثلا المحاضره الجايه، خلينا في الانفويس. لو انا دلوقتي فعلت الانفويس، طيب انا عمليا لما استلم، لما اكون بستلم البضاعه، يبقى القيد اليوميه ايه؟ قيد الاستلام بقول من حساب ايه؟ من حساب المستودع لحساب المورد، بس انتهى الموضوع. يبقى انا هاخد بالي من جزء واحد، هو ده اللي انا هحطه، بس هضيف اقول نيو، هختار هنا طبعا لازم جروب، واختار الجروب بتاعي اللي انا محتاجها اللي هي رقم 60 اللي انا ضفتها، وهحط هنا المستوى. شايفين يا جماعه كده القيد خلص، كده قيد الاستلام كده او كده لما المورد بعت لي الفاتوره كده السيستم سجلها، الموضوع انتهى. وضحت معايا؟ يبقى انا دلوقتي لو ما بتبعش طريقه الكرييت جورنال في الريسيف، لو مش بتبع الطريقه دي، لو الشركه عندي بتقول لي لا ما انا عايز في لحظه استلام البضاعه، خلاص خليني بس هو يعمل ابديت للكوانتيتي في المستودع والاشياء ديت وخلاص. لكن انا دلوقتي الشركه بتتبع سياسه لا انا مش هعمل كده يوميا لما استلم الفاتوره المورد، فما بروحش اعمل غير كوست اوف بورشيز ماتيريال انفويست. ليه؟ لان كده اليوميا من حساب الايه؟ من حساب البضاعه لحساب المورد، وكده كده المورد ما بعملوش بوستنج هنا، انا بربط بس المستودع الحاجات اللي تخص المستودع وبقول له سيف. وضحت؟ طيب لان طبعا مش هستخدم الاكرول، الاكرول بستخدمه مع الايه؟ مع الريسيف. طيب هروح على السيلز اوردر. يعني معلش انا اسف يا باشمهندس، اتفضل. يعني لو دخلنا على الفيندور انفوي جورنال، مش هنلاقي القيد ده موجود ولا هنلاقيه؟ لا فيندور جورنال لا مش فاهم سؤال. يعني دلوقتي احنا عملنا السيت اب من هنا وجينا عملنا الجورنال بتاع الانفنتوري اللي حضرتك وريته لنا قبل كده في الفوتشر اللي كانت موجوده. ممتاز. لما ادخل بقى في الفندور نفسه، في مديول الفندور جورنال، بلاقي الكود ده ولا ما بلاقيهوش؟ لا هو ما بينشئش جورنال، ما هو ده بقى اللي انا كنت عايز اعرفه. لا هو بينشئ جورنال مع الماليه، مع الفاينانس، واخد بالك؟ لكن الفندور جورنال هينشئ القيد اليوميه اللي هيطلع ايه؟ هيطلع من حساب الجورنال اللي طالع او الفاوتشر، خلينا نسميه فاوتشر، اصل في حاجه اسمها فندور جورنال في شاشه المورد، ده حاجه تانية. ما ده عشان بس مش ده يعتبر قيد، والقيد ده ليه علاقه بالمورد برضه. جميل. هيظهر معاك بقى في الفندور، هيظهر معاك فندور ترانزاكشن في شاشه المورد، هيظهر معاك فندور ترانزاكشن حركه على المورد، لكن ما يظهرش في الفيندور جورنال. لا مش هيظهر في الفيندور جورنال. الفيندور جورنال ده لو انا ما بتبعش سياسه البي او ولا اي شيء زي ما قلت، وفي مورد بعت لي فاتوره بس انا ما بعملش بي او، فبدخل على الفيندور جورنال بسجل من حساب المستودع لحساب المورد، ده لو انا ما بتبعش السياسه دي. في حاجتين عندي يا جماعه تعرفوهم، في حاجه اسمها فيندور انفويس وفي حاجه اسمها فيندور جورنال. ايه الفرق بينهم؟ الفيندور جورنال لو انا ما بتبعش طريقه البرشيز اوردر، اما فيندور انفويس اللي هي الفاتوره اللي احنا بنعملها داخل البي او دي بتتبع طريقه البرشيز اوردر وملهاش علاقه بالفيندور جورنال. الفيندور جورنال ده في حاله الشغل مانوال، والاثنين بيسمعوا معايا في حاجه اسمها فيندور ترانزاكشن. معايا؟ طيب يبقى انا خلصت كده البرشيز اوردر بتاعي، السيت اب بس عملتها تابه واحده، ضفتها في الجروب 60 وعملت لها لينك مع الانفنتوري. طيب السيلز اوردر تاخد جنبها الفيزيكال هندسه، تاخد جنبها هتيجي بعد كده تشرحها، هتبص تلاقي الناس متلخبطه. انا عايز اوريهم القيد اليوميه اللي طالع الاول والقيد، واوريهم انا الفكره في كده يا جماعه. والله ناس بتبعت لي على الخاص انا مش فاهم الاثنين مع بعض. طيب يعني هتكملوا للاخر وتوريه لهم وترجع تعيده تاني وتوريه لهم؟ ماشي مفيش ما عنديش مشكله، بس انا عايز طيب حتى لو مش النهارده، المحاضره الجايه على ما يفهموا ديت. اصل انا بقول لك انا ما احنا شرحنا المحاضرتين اللي فاتوا فيهم عمليه الربط الفيزيكال والفاينانشال مع بعض. ناس بعتت لي يا باشمهندس احنا مش فاهمين، اكتر من واحد بعت لي. فاحنا خلينا بس نبدا بالبساطه، وواحده واحده هنفهم الموضوع ان شاء الله. طيب المهم ان احنا بنقول ان احنا النقطه دي بس، ان ايه لما المورد يبعت لي فاتوره، القيد بيطلع من حساب المستودع لحساب المورد. ده بالنسبه للناس اللي هي ايه مش في المحاسبه، يعني مش تخصصها محاسبه. فاحنا عايزين كل الفكره عشان اطلع القيد اللي بيطلع من حساب المستودع لحساب المورد، بعمل اعدادات لحاجه واحده بس، لتابه واحده بس او لفانكشن واحده بس اسمها كوست اوف برشيز ماتيريال انفويس. بربط الحساب او الجروب بالاكونت اللي هو الحساب الانفنتوري، فقط الانفنتوري فينيش دوت بس كده. السيت اب بتاع الشركه الانفنتوري فينيش دوت يا باشمهندس بيبقى اللي مديهولي الفاينانشال، صح؟ هو اصلا موجود في التشارت اوف اكونت. ما هو مش شرط فاينانشال، ما انت ممكن تلاقي نفسك انت الاستشاري المسؤول عن الفاينانشال وعن السبلاي تشين معايا. يعني انت معظم الشركه، يعني انا شغال في شركه مسؤول فاينانس وسبلاي تشين وبروجكت ومانيفاكتشر مثلا. فعلى حسب العميل او على حسب اذا كنت انت مثلا، يعني مثلا ممكن تبقى بارتنر ويقول لك انت مسؤول عن الفاينانس والسبلاي تشين. موضوع كون ان احنا هنتكلم في النقطه دي في النهايه لما الباشمهندس عمار سالني ان يعني انا هبقى وضعي ازاي جونيور، او هبقى وضعي ان انا الشركه ازاي هتقبلني او كذا، في نهايه المحاضره باذن الله. فانا يعني انا اول خطوه بنجي تشارت اوف اكاونت، ده للحسابات. ببقى حاطط من ضمن الحسابات، ده للحسابات حساب الفينيشد جود والرو ماتيريال والبريب. التشارت اوف اكاونت ببقى ايه اعمل لها امبورت تبعا لايه للشركه او المدير المالي اللي بيعطيها لي، لو هو ايه اموره تمام يعني. طيب تعالى بقى نعمل سيلز اوردر. برضه هنتكلم في السيلز اوردر انفويس. السيلز اوردر انفويس انا بطلع بضاعه عندي منين؟ من المستودع. اما تطلع بضاعه عندي من المستودع، ده بيبقى قيدين مش قيد واحد. القيد الاولاني هو ايه؟ بمجرد ما بطلع بضاعه من المستودع، البضاعه بتتحول لحاجه اسمها كوست اوف جود سولد، تكلفه بضاعه مباعه. يبقى القيد الاولاني طلعت من المستودع، القيد هيبقى ايه؟ كوست اوف جود سولد الى حساب ايه؟ الى حساب الانفنتوري. ده قيد. يبقى انا طلعت بضاعه من المستودع، ده اول قيد اليوميه اللي بيطلع. طيب انا طلعت البضاعه دي لمين؟ لعميل. يبقى العميل ده بالنسبه لي هيبقى مدين، يعني عليه فلوس. يبقى من حساب العميل لحساب الايراد. تاني لو اتفقنا ان احنا او اتكلمنا في جزء الفاينانشال، لما بطلع بضاعه من المستودع، انا بطلع البضاعه من المستودع بيبقى عنده قيدين. اما باجي اشتري البضاعه قيد واحد، من حساب الانفنتوري لحساب مين؟ المورد. طب انا ببيع، يبقى في قيدين اللي هما ايه؟ ان تكلفه البضاعه اللي موجوده في المستودع ديت بتتحول لكوست اوف جود سولد، لتكلفه بضاعه مباعه، لان هي اتباعت بتتحول لكوست اوف جود سولد مصروف الى حساب الانفنتوري. ده قيد يومي. طب القيد الثاني هو ايه؟ هو انا بعت بضاعه لعميل، فلازم اثبت ان العميل ده عليه فلوس، فبقول من حساب العميل لحساب الايراد، والفلوس دي تعتبر بالنسبه لي ايراد معايا. طيب فانا هاجي هنا اقول له ايه؟ عندي ادي الكوست اوف يونت انفويست وكوست اوف جود سولد. انت ما تيجي تعرف ما تشغلش بالك، انت كويس ان انت عارف ان انت فاهم الديبت والكريدت وكل الاشياء دي، بس هو يعني الراجل او السيستم هو فاهم لوحده اوتوماتيك من الديبت ومن الكريدت. يعني في ناس مش محاسبين هتقول لي ده ديبت وكريدت وانا مش فاهم وانا مش عارف. السيستم مش طالب منك، السيستم بيقول لك حط لي حاجتين، كوست اوف يونت انفويس تعرف بس ان ديت ايه الانفنتوري، وتعرف ان دي اسمها ايه كوست اوف جود سولد. خلاص هو ما بيطلبش منك، مش طالب منك هنا بيقول لك مين المدين ومين الداين، لا هو فاهم، السيستم فاهم مين المدين ومين الداين، بس انت لازم تكون معرف انت فاهم، انت عارف انت بتعمل ايه. يعني هنا كوست اوف يونت انفويس دي معناها ايه؟ دي معناها المستودع. طب دي كوست اوف جود سولد دي معناها ايه؟ معناها البضاعه المباعه. بس هو مش عايز منك غير حاجه واحده، تدخل على دي وتربطها بالمستودع، وتدخل على دي وتربطها بالكوست اوف جود سولد. مش طالب منك ايه الديبت وايه الكريدت، مفهوم بالنسبه لي. لكن مش معنى كده ان انت ما تبقاش فاهم، لا فاهم تبقى فاهم. فانا هدخل هنا اقول له نيو، عايز هقول له نيو. فانا هربط الجروب اللي انا عملته اللي هو الجروب رقم 60 اللي احنا عملناه. معلش انا دلوقتي واقف فين؟ في الكوست اوف يونت انفويس. اللي هو حساب المستخدم اللي هو اربطه بالفينيشد جود. جميل. طيب وبقى عندي ايه تاني؟ كوست اوف جود سولد. الاثنين دول انفويسد. شوفوا واخدين بالكم يا جماعه، لو بصينا لكل الشغل اللي قدامنا ده، لكل التابات دي او الفانكشن دي، مفيش الا كلمه انفويسد. ادي 1 2. دي معناها ايه؟ معناها ان البضاعه خرجت وانا طلعت الفاتوره للعميل. يعني وانا بطلع البضاعه بدي الفاتوره للعميل اقول له خد. فانا عايز السيستم يثبت لي ان انا اديت الفاتوره للعميل واحمله بالايه، بتكلفه البضاعه المباعه او بثمن البضاعه. فانا هاجي على الكوست اوف انفويس وهقول له نيو وهقول له جروب وهدخل اختار الجروب. طبعا لو انا رحت على طول هيقول لي اختار الجروب، يعني اجباري بالسيستم ماشي بينظم لي الشغل لوحده. الجروب، واروح انا اقول له اربط لي بالايه، بالسي او جي اس. سي او جي اس اللي هي الايه، اللي هي الكوست اوف جود سولد فينيشد جود، تكلفه البضاعه المباعه. يبقى انا طلبت 1 2. طيب ايه تاني اللي بحتاجه؟ قلنا القيد الاولاني من حساب تكلفه البضاعه المباعه الى حساب المستخدم. طيب الريفينيو، مش ده ايراد جاي لي ولا مش جاي لي؟ قلت قيدين عشان ما نلخبطش نفسنا. واحد من حساب الكوست اوف جود سولد الى حساب المستودع، اهو عملته. طب التاني ايه؟ من حساب الكاستمر الريفينيو. الكاستمر ما بختاروش، ملوش علاقه هنا، لان انا شغلي هنا المستودع. لان الكاستمر لما باجي اعمل سيلز اوردر بختار الكاستمر، فاوتوماتيك السيستم فاهم ان ده ايه، او انا عامل له عمليه حاجه اسمها بوستنج بروفايل في شاشه الكاستمر. بقول له لما تيجي تعمل سيلز اوردر سمع لي في حساب الكاستمر. لكن هو طالب مني الريفينيو، الايراد ده هيتحط على ايه؟ هيتحط على البرودكت سيلز. هعمل نيو، خلينا نمشي بنفس الطريقه اللي احنا ماشيينها. هنا اقول له جروب رقم 60 وهقول له ايه، هختار هنا الريفينيو او اسمها بنسميها برودكت سيل. الاثنين واحد، البرودكت سيلز او الريفينيو واحد. طب هو لازم اربطه بجروب؟ مش ينفع يكون اول؟ ينفع يكون اول، ينفع يكون اول، بس انا بقول عايز ايه، انا ماشي بجروب يبقى ماشي بقى في كل حاجه. انا مش يعني يا جماعه ماشي ينفع بكل حاجه. يعني خلاص انا ممكن ما اعملش هنا سيت اب، لان هي في كلمه اول هنا وماشيه هنا اهي في الاخر. هنا شايف دي كلمه اول ماشيه معايا، تمشي معايا في كله. لكن انا عايز هنا خلينا ماشيين بالسياسه واحده، نمشي بسياسه الجروب في كل حاجه. مفهوم؟ عشان انا مش عايز بس ايه يعني افتح لكم مواضيع كتير، لان السيستم كبير والدنيا كبيره. فانت مشيت بجروب، مشي بجروب في كل حاجه، في البرشيز، في السيلز، في الانفنتوري، مشي بالجروب ديت افضل لك يعني. طيب يبقى انا كده دلوقتي ايه، ربطت الجروب 60 بالكوست اوف جودز، بالكوست اوف يونت انفويسد. ربطت بس 60، قلنا ده ربطنا بالمستودع، ربطنا بتكلفه البضاعه المباعه، وربطنا بالايراد. كده خلاص، كده خلاص. يبقى انا كده عملت سيلز اوردر انفويسد. يبقى ده كده بالنسبه لي الجروب 60 ربطته بالسيلز وربطته بالبرشيز، بس في حاله ايه، الانفويس. تمام كده يا جماعه، واضحه ولا في مشكله؟ تمام يا باشمهندس، الله ينور عليك يا باشا. طيب نكمل برضو شغلنا اللي هو التشارج، لان انا هعمل بي او واحد وهمشي بالبي او كل والسيلز اوردر كل الستيب، بما يخص التشارج، بما يخص الايه، البوستنج بروفايل اللي احنا عملناه ده. جميل. هتخليها سيلز اوردر افضل يا باشمهندس. ماشي. ما هو طب التشارج، انا في تشارج بحط تشارج على البضاعه اللي انا بشتريها. ماشي. فلازم اعمل البروسيس كامل. طيب هبدا اكريت بي او، كريتنا صنف، هكريت بي او. قبل ما اكريت البي او معلش هروح للصنف اللي انا كريته من البرودكت انفورميشن مانجمنت. خلينا نفتح الصنف هنا وخلي البي او هنا. نفتح الصنف هنا عشان يبقوا الشاشتين قدامنا. طبعا دي زي ما انتوا عارفين يا جماعه A to Z وزد تو A. لو انا عايز اشوف من A to Z، يعني من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير، عاوز اعمل ايه؟ عمليه سورت. طبعا في حاجات مكتوبه دي موجوده ما جايه مع مايكروسوفت، لكن احنا بادئين بالبي ار دي. فاحنا زي ما احنا شايفين كده البي ار دي اللي هو ايه، اخر واحد احنا نشأناه كان ايه، ما سيبناهوش، جاكيت، كان جاكيت متوقع، ما سيبناهوش. طيب نشوف كده، فعلا احنا ما كناش كملنا لما رحنا برايت كليك فيو ديتيلز عشان اشرح لكم التفاصيل. فاحنا ماشي معاه. طيب جميل، خدنا قلنا الايتم موديل جروب خلاص اللي هي الويتد افريج، بعدين الايتم جروب اللي هي رقم 60. بمجرد ما اخترت هنا كده بيسمع لي كل البوستنج وكل السيت اب اللي انا عملتها. يا جماعه اهم حاجه في السبلاي تشين 1 2 3 4، حطها في دماغكم، 1 2 3 4 اهم حاجه في السبلاي تشين. طريقه الاحتساب ربطها بالماليه، هل هتستخدم طريقه مستودعات وادفانسد وير هاوس ولا لا، هل هتعمل تراكنج للصنف بباتش وبسيريال نمبر ولا لا. لو شفت دول، يعني لو ذاكرت دول، انا عمال اعيد فيهم في المحاضرات كتير لان انا عارف اهميته. طيب ستورج دايمنشن جروب هستخدم سياسه السايت وير هاوس، يعني انا هيبقى سايت واخزن البضاعه في وير هاوس. طيب التراكنج دايمنشن جروب شرحنا طبعا السيريال وشرحنا الباتش، فهناخد مبدئيا نن عشان ما فيش حاجه تعطلنا، كل ده في المحاضرات اللي فاتت شرحناها. وهعمل اوكي، اخد بس ده معايا كوبي واعمل اوكي. جميل، انا ضفت الصنف، خلي دي هنا ودي هنا، ممتاز. طيب تعالوا بقى نشوف، احنا دلوقتي هنشتري بضاعه وعايزين نحط عليها تشارج. اول حاجه التشارج دي انواع، انا في تشارج بثبتها في الصنف، لو انا جيت مشيت مع الاكس اللي انا شغال بيه هنا، اللي هي ايه، از برايس تشارج. لو شفتها انا كاتب هنا ايه، برايس ان ايتم ماستر داتا. الشاشه اللي انا فاتحها دي اسمها ايتم ماستر داتا، الشاشه دي اسمها ايه، ايتم ماستر داتا، عشان تبقوا عارفين المفاهيم. طيب انا عملت كولابس. طيب انا دلوقتي هشتري بضاعه، يبقى التشارج احطها في تابه ايه، بصوا التابات قدام اهي، انا بشتري يبقى اروح على تابه البورشيز. طيب بشتري بضاعه يبقى اروح ابص ادور هنا عندي التشارج، شايفين التشارجز، خلاص انا بتكلم في التشارج، فعندي برايس تشارج وتشارج كوانتيتي وعندي انكلود ان يونت برايس. طيب هقول لكم على دول دلوقتي. البرايس تشارج لو انا قلت مثلا هحط $10 كده، معناها ايه؟ كده معناها النقطة الأولانية إن أي صنف أما اشتري الصنف اللي هو الجاكيت، السيستم اوتوماتيك هيحط $10 اضافيه على النت برايس. ركزوا في الحته دي، على النت برايس مش على اليونت برايس. النت برايس يعني على التوتال، مش هيحطه على، مش هيعتمد على الكميات، لا ده هيعتمد على ايه، هو مبلغ ثابت. يعني لو اشتريت حبه من الجاكيت هو 10 شحنه 10، اشتريت 50 هي شحنه 10، اشتريت 100 هي شحنه 10. في حاجه مهمه جدا هقول لكم عليها برضو جنرال في السيستم، لو انا حبيت اعرف الزرار ده بيشتغل بيعمل ايه، اعرف ازاي، اللي هي الهيلب تكست. يعني انا في عندي زرار كتير، تابات كتير، طب انا عايز اعرف ايه شغلته، لو وقفت عليه بالماوس كده هيشرح لي. شايفين ده بيتسمى هيلب تكست، بيقول لي افيكسد اماونت ذات از ادد تو ذا برايس، ذا اماونت از ادد اندبندنتلي اوف ذا كوانتيتي. يعني بيقول لك ملوش علاقه بالكميه، هو مبلغ ثابت بيتحط في البرشيز اوردر وخلاص. فانتوا اي حاجه في السيستم ما انتوش فاهمينها اقفوا بس على ال على ال على الصنف، بيديك حاجه اسمها هيلب تكست، بيعرفك ايه وظيفه الزرار ده. وهعمل سيف. طب معلش، هو لما ما بحط ال10 بعد كده لما بيجي اعمل بي او انفويس، هل هو بيعمل ريكالكوليت للايتم وياخد ال10 ويقسمها؟ لا هي ديت على اللاين، على مستوى اللاين، مستوى الصنف. يعني انا اشتريت. تعالى بس نشوف، انا هوري لك في المثال. نروح نعمل بي او على الصنف ده. بصوا هي دي مش دي الطريقه المتبعه في الشركات، بس برضو بشرحها لكم، يعني هوريكم الطريقه المتبعه في الشركات، لكن دي انا بشرحها لكم لو انتوا حبيتوا ان الصنف كل صنف بتشتروه وتحط عليه تشارج بتحط عليه. بس التشارج هنا عيبها في ايه؟ ان ملهاش بوستنج بروفايل، ملهاش ربط بالجي ال، هي بتحمل على تكلفه الصنف فقط. يعني انا هنا رحت قلت له كنترول في. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. حطيت الوير هاوس رقم 47 رقم 71، شايفين هنا حاطط لي 10 ريال تشارج من غير ما احط السعر، لان اي سعر هحطه هيضيف لي عليه 10. لو قلت له الحبه ب 100 ريال وعملت انتر راح قال لي 110، لان انا كده كده قلت له انا اضيف لي 10 ريال. طب لو غيرت الكميه 30 حبه بكام 310. ليه؟ ما هو ال 30% ب 3000 وحط ال 10 ريال. يعني انا بقول للسيستم يا بقول مثلا للمورد انت بتديني كميه ماليش دعوه 100 حبه 50 500، هي 10 ريال بس اللي هتاخدها تشارج. دي معناها كده يا جماعه، معناها 10 ريال بس اللي هتاخدها تشارج. يبقى انا ما بتفقش معاه على الكميه. هو ورد لي حبه هياخد ال 10 ريال، ورد لي 1000 حبه من الصنف ده هياخد ال 10 ريال. هو سألي بقى عن حضرتك ان هو في الاخر لما اجي خلاص استلم البي او ماشي، ال 3010 دول هيقسمهم على ال 30، وده بقى تكلفه المنتج الوحده. طبعا ده ما هو انا بقول لك. ايوه هو انا بعمل تشارج المبلغ بس بدفعه للمورد، لكن انا عندي في السيستم هو لازم يعمل عمليه بيقسمهم على ال 30 وبيمشي على طريق الويتد افريج، على طريقه الويتد افريج. مش بيقسمهم على ال 30، لا هو بيضيفهم. عشان نتكلم صح بقى، هو بيضيف ال 3010 ده على التكلفه اللي موجوده في المستودع، ويروح على يجمع كل الكميات اللي في المستودع ويقسم التكلفه الكليه على الكميات الكليه عشان يديني الويتد افريج. تمام. يبقى انا كده ايه عمليه الايه. بس انا بتكلم هنا في ان انا بقول بتفق مع مع المورد، انا هدفع 10 ريال في الشحنه، ماليش دعوه بقى انت جبت لي 150 20000، هي 10 ريال. وزي ما قلت لكم مش دي الطريقه المتبعه. فده ايه ده حاجه. في حاجه بقى تانية اقول لكم عليها. انا عملت ديليت ده لده عشان ايه نكمل برضو. هنا ممكن تشوفوها عشان ما تستغربوش لو شفتوها. لو رحت هنا سعر الصنف، انا بقدر بحط سعر الصنف هنا 100 ريال، وحطيت البرايس كوانتيتي 2، ورحت عملت كنترول اس او سيف. لازم تسيف عشان يسمع معاك. هتشوفوا حاجه يعني ايه غريبه شويه، ممكن اول مره تشوفوها. واقول له كنترول في، ادا الصنف، ورحت 71، ورحت هنا حطيت 10 حبات. طبعا ال10 هيطلع اوتوماتيك 100. طيب شايفين؟ انا بقول لكم في حاجه هنا عشان ممكن تقابلكم وتستغربوها لو في حد مثلا بيعمل لكم مقابله او في شيء. منطقيا لو انا شفت الكميه 10 صح في اليونت 100، المفروض اليونت برايس يبقى بكام؟ 1000، عشان دايما متعودين ان الكميه في اليونت برايس يديني النت برايس النت اماونت. لا ده مش صح. يعني المفروض ال10 في 100 ب 1000، وهو حاطط لي تشارج 10، يبقى كام؟ يبقى 1010 مش 510. لا كده صح. بس انت قلت له الوحدتين ب 100 يعني. ايوه طبعا. يبقى انت دي برضه لازم تاخدوا بالكم منها، ان انا دلوقتي قايل له الوحدتين ب 100، وبالتالي يبقى هو فاهم ان الوحده ب 50. فهو ما تنتظروش من هنا ان يقوم حاطط لك اليونت برايس 50، عشان لا ده زي ما يكون حاجه يا باشمهندس بتتباع بير كده مثلا يعني. فما تنتظرش منه انه يقول لك هنا لا هيحط لك اليونت برايس 50. لا اليونت برايس 100، لكن انت قايل له ان الحبتين ب 100، يعني الواحده بكام؟ ب 50. طيب فدي برضه نقطه حبيت ايه اخد بالكم منها، لان ممكن بتقابلنا كتير اليوزر. بتقابلنا ازاي؟ ان اللي بينشئ البرودكت بالخطأ راح جاي، بدل ما يحط البرايس كوانتيتي هي بتيجي بالديفولت 1، بالخطأ راح جاي ايه حاططها 200. فبيجي لك انت كاستشاري يقول لك يا عم ده السيستم خربان. ما بتحصل، ده السيستم خربان ايه يا عم؟ في ايه ده؟ انا حاطط 10 كميات واليونت برايس 100 مطلع لي 500 ريال. طب وانت وتقعد تلف حوالين نفسك وتدور وكود غلط. هو في الفكره بس ان هو راح جاي حاطط هنا 2. معايا؟ بس دي نقطة ايه برضو قلت موضحها معاكم. طيب هنروح بقى لإعدادات مهمة جدا، وهي إعدادات الايه التشارج اللي هو اصلا بتستخدم في الشركة. طيب لو انا رحت طبعا انا هتعامل مع حاجتين، يا اما مورد يا اما عميل. مورد عشان طريقة البي او، يا اما عميل طريقة الايه السيلز اوردر. طيب انا دلوقتي هدخل اعرف التشارج الخاصة بالمورد. التشارج ده قلنا كام نوع؟ نوعين، يا اما اوتوماتيك يا اما مانيوال. الفرق بينهم المانوال انا ملتزم كل بي او ادخل واختار التشارج المناسبه، سواء كانت التايب بتاعها، سواء كانت فرايت، سواء كانت لودنج، سواء كانت بوستيج، سواء كانت باكجينج، على حسب البضاعه اللي انا بشتريها. يعني بضاعه انا اشتريتها في ترانسبورتيشن، فبعمل تشارج ترانسبورتيشن. ايه عيب دي وايه ميزه دي؟ عيب ان انا الاوتوماتيك ان انا ماليش دعوه، اما باجي اعمل بيرشيز اوردر السيستم بيحسب التشارج، حتى لو مفيش تشارج، حتى لو انا رحت جبت البضاعه بنفسي هو السيستم هيحسب، لان انت قلت له اعمل اوتوماتيك. طيب المانيوال انت بتخش وانت بتعرف البي او، بتقول له ايه ضيف لي 100 ريال مثلا فيكسد اماونت كتشارج على الترانسبورتيشن. هو ده الفرق ما بين الاوتوماتيك والمانيوال. طيب ببدا اعرف منين؟ بروح على الاكونت بيابل، في تاب اسمها ايه تشارج سيت اب. اول نقطه اول حاجه اعرفها لازم اعرف التشارج كود. يعني التشارج كود ايه؟ نوع التشارج، هل هي ترانسبورتيشن، هل هي فرايت، هل هي نوع التشارج، واربطها بالماليه. خدوا بالكم من النقطه دي، او اربطها بالصنف. انا قلت عندي نوعين، يا اما التشارج دي احمل تكلفتها على الصنف، يا اما اربطها بايه بالاكسبنسز مصروف. هنشوف الفرق بينهم دلوقتي. فاروح على تشارج كود، هقول له نيو، عايز احط ترانزي مثلا اختصار لايه لترانسبورتيشن. طيب هنا ممكن احط له ماكسيمم اماونت. يعني ايه؟ يعني انا وانا اي بي او هعمله ما تزودليش التشارج عن 100 ريال، عشان مش المحاسب اللي شغال يحط لي مبلغ او المورد يزود عليا مبلغ. لا انا خلاص حط لي ماكسيمم اماونت 100 ريال. طيب باجي هنا الجزء الخاص اللي بربطه بالجي ال، التشارج اللي انت هتحطها دي. يعني انت لما وانت بتشتري 100 حبه مناديل من المورد، صرفت عليهم بالترانسبورتيشن 100 ريال، هل يا ترى ال 100 ريال ديت عايز توزعهم على 100 حبه مناديل، يبقى الحبه بدل ما كنت بشتريها ب 10 ريال تبقى ب 11 ريال، تخش المستودع بسعر 11؟ يعني ال 100 ريال ديت هحطها على تكلفه الصنف، ولا اقول له لا سيب لي تكلفه الصنف زي ما هي 10 ريال، لكن ال 100 ريال تحطها لي مصروف في الميزان؟ دول النوعين اللي موجودين. جميل. فانا بقول له مثلا الترانسبورتيشن، هل يا ترى ايه سياسه الشركه؟ يبقى ده اول سؤال انا استشاري بساله، التشارج انتوا هتحملوها على تكلفه الصنف ولا هتدخلوها مصروف؟ تحملها مصاريف ملهاش علاقه بتكلفه الصنف. معظم تلات ارباع الشركه يقول لك لا يا عم حطها لي على تكلفه الصنف، زود لي الكوست بتاع الصنف. طيب يبقى انا عندي طرف ديبت وطرف كريدت. سهل جدا، انا هحملها على تكلفه الصنف، بقول له اختار ايتم. خلاص كده اوتوماتيك السيستم فهم من غير ما اعمل اي بوستنج. مش عايز بوستنج، مش عايز ربط. البوستنج دي بختار الاكونت لما اكون مسروق، لكن انا بقول له حطها على تكلفه الصنف. طيب كده الطرف الديبت تكلفه الصنف. طب طرف الكريدت ايه؟ هل المورد هو اللي يعني الفلوس دي انا هدفعها للمورد ولا مش هدفعها له؟ للمورد او للكاستمر، فبختار ده الطرف ده. يعني ايه تاني؟ يعني انا اتفقت مع المورد يا فندم انا هشتري منك 100 حبه زي ما قلت مناديل ب 1000 ريال، الحبه ب 10. فقال لك، فالمورد قال لك طب والبضاعه طب والنقل؟ قلت له طب يا عم انقلها لي وانا هدي لك 100 ريال. يبقى المفروض انقلها لي وانا هدي لك، يبقى انا احط الطرف الثاني كريدت له. يبقى المورد يعني عشان السيستم ما يجنش اكيد يعمل حسابه انه يزود قيمة المورد، مش بس بقيمة الصنف اللي انا بشتريه، لا ده انا زود قيمة المورد كمان بقيمة التشارج. اظن كده واضحة. خلاص يبقى ده كده انا خلصت الاعدادات بتاعتي، وانشأت ال 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 الكود، وانشأت الديبت ان انا قيمة التكلفة هتتوزع على الصنف، وحطيت الطرف كريدت اللي هو المورد. كده انا خلصت الاعدادات. ده اول نوع. خلينا نشوف اول نوع كده ونرجع للبي او. طب ماشي، هو الاكونتس بيبل اللي هي كومبير بيرشيز اوردر مع الانفويس دي ايه بقى؟ لا ديت حاجه عشان يبقى بيتاكد لك ان ال ان ان انت التشارج معموله في البي او زي الانفويس، حاجه زي ماتشنج كده في السيستم يعني. يعني بيدي لك حاجه او اليرت ان انت مثلا ايه ما تعملش تغيير في قيمه التشارج من it is option select the charge value for the current charge code are included in the comparison the purchase order at invoice you can see the comparison. خدت بالكم انا وقفت فين عشان اعرف وظيفتها ايه؟ comparison in the charge total details the invoice on visit this field is available only in account payable and only if debit type credit type as customer and invoice. يعني زي ما قلت لك ان هو بيقول لك ان لما مثلا تحط في البي او او تعمل عمليه التشارج في البرشيز اوردر بتضمن ان كمان هي عمليه التشارج دي بتروح للانفويس اللي هي الايه الفاتوره. طيب تعالوا بقى نشوف كده انا انشات الكود. كده انا اقدر اعمل الطريقه المانوال. يبقى انا بمجرد ما بنشئ التشارج كود اقدر اروح اعمل الطريقه المانوال. هقول له سيف. تعالوا اما نشوف بقى كده. انا دلوقتي رحت زي ما قلت لك للمورد ده واشتريت منه البضاعه. كنترول في. خليني بقى عشان ما تتلخبطوش راح اوقف الايه ال10 ريال اللي كنت ضايفها في الماستر عشان نبقى ايه خلاص نبقى ماشيين في اتجاه واحد. ال10 ريال اللي كنت ضايفها هنا دي خليها زيرو عشان احنا ايه نتبع الطريقه اللي هي متبعه اللي انا بقول لكم عليها اللي احنا ايه اللي هي معظم الشركات شغاله فيها. طيب كلوز. خلاص يبقى انا بس اعمل ريموف لان هو كان لسه حاسس بال10 واعمل له اد لاين تاني. احط البرودكت تاب 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 71 واروح للصنف اتاكد بس ان الايه جميل. هو جاب لي ايه هنا بس ما جابليش ال10 ريال. اروح معلش هنا لازم اليونت برايس اتاكدت اهو. خلاص هو جاب لي سعر الصنف اللي انا بشتري بيه منين؟ من الريليز اللي احنا قلنا عليه. طب فين التشارج؟ هنا بقى التشارج انا قلت انا بستخدم الطريقه المانوال فانا هضيفها انا بايدي ك بورشيز ايجنت. المفروض ان البي او ده بيعمله مثلا البورشيز ايجنت المسؤول عن الكرييت البورشيز اوردر اللي هو موجود مثلا في قسم المشتريات. في واحد بيبقى قاعد يكريت البورشيز اوردر. هنا في الوضع ده هيحط تشارج على حسب اتفاقه مع المورد. فقال له انت هتضيف لي تشارج مثلا في البضاعه ديت 10 ريال. طيب هنضيفها ازاي؟ حاليا في عندي اسمه في زرار هنا برشيز في حاجه اسمها توتال. لو انا ضغطت على التوتال هنا عشان اشوف تلخيص البي او شايفين يا جماعه هو قال لي هنا بس تساب توتال 100 ريال مفيش ديسكاونت مفيش تشارج مفيش سيلز تاكس. يبقى انت كده مبدئيا لو دخلت على التوتال عشان تطمن ايه هي هل انت ضفت الفيلد كلها، هل التوتال اماونت في البي او مظبوط او لا. جميل ما حسبليش لا تشارج ولا اي شيء. ليه؟ لان انا قلت عايز استخدم الطريقه المانوال. طب عشان اعمل تشارج اعمل ايه؟ هروح على البورشيز واقول له مينتين تشارج. مينتين ايه تشارج؟ عندي طريقتين. ممكن اقول له ادخل على المينتين تشارج وهقول له اختار الكود اللي انا عملته عشان انا انشات كود لسه دلوقتي اللي هو الترانسبورتيشن اهو. طب وظيفته ايه بختاره ليه؟ عشان ده هو اللي هيربط لي بالماليه او اللي هيسمع في الصنف. طيب ايه قيمه الفاليو التشارج اللي انت اتفقت معاها مع المورد كام؟ قال لك مثلا 10 ريال. كنترول اس سيف. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ قلت كده معناها قلت للسيستم ان الحبه اللي انا هشتريها ديت عليها تشارج 10 ريال. طيب ارجع للتوتال. التوتال عامل ايه؟ ضاف لي ايه؟ قال لي في 10 ريال تشارج. بس مش السيستم مش هيسيبني. لو رحت اعمل كونفرميشن هيقول لي لا استنى، ال 10 ريال دي انت ما وزعتهاش. طب خلينا نضيف كمان صنف، ايه رايكم؟ نضيف كمان صنف عشان يبقى الامور واضحه معاكم. كنترول في، ممكن يكون هو الصنف ده او نحط صنف تاني مفيش مشكله. لو انا افترضت ان انا بشتري من مورد، خلينا صنف واحد عشان الاعداد ده، حط 71 انتر. نحط مثلا الكميه هنا 10 حبات، جميل جدا، ونخلي دي 5 حبات، ممتاز. كنترول اس. طيب المفروض انا هدفع 10 ريال على الشحنه كلها ولا على لين واحد؟ لا على الشحنه كلها. يعني المفروض السيستم يقسم لي ال 10 ريال ديت على الاثنين لاين، بس انا يا ترى عايز اقسمهم بطريقه ايه؟ على الكميه ولا على النت برايس، ولا عايز اقسمهم على طريقه ايه؟ جميل. فانا حطيت ال 10 ريال، فالخطوه الثانيه لازم اقول له اعمل لي الوكيشن. طب انا نسيت وما عملتش الوكيشن، ايه الخطوه؟ انا اعمل كونفرميشن. هيقول لا استنى، السيستم مش هيسمح لي بعمل كونفرميشن. اداني ايرور. قال ايه؟ قال يا عم وزع لي تشارج هاز نوت بين الوكيتد. انت حطيت 100 ريال بس ما وزعتهمش، مش انت، مش احنا قايلين ان ال 100 ريال ديت هتتوزع على الاصناف؟ فانا لازم اعمل عمليه الوكيت. طيب بيجي بقى يفتح لي الالوكيت. طب يا ترى انت عايز تعمل الالوكيت ده بناء على ايه؟ على النت اماونت ولا على الكوانتيتي ولا بير لاين؟ انت عايز توزع الشحن ده او المبلغ ده على النت اماونت ولا على الكوانتيتي ولا بير لاين؟ ايه الفرق بينهم؟ لو انا ضغطت على النت اماونت، ارجع لكم هنا، بصوا هنا النت اماونت هيبص هنا. يعني لو افترضت ده 100 وده 1000، يبقى مثلا هيوزع بنسبه 10 ل 90. لكن هنا 500 وهنا 1000، يبقى هيوزع بنسبه ايه؟ 30 مثلا او 35 لنسبه 60. هيقسم على حسب النسبه بتاعه النت اماونت. طب هنا الكوانتيتي 5 و10، يبقى برضه هيوزع بالنسبه دي. يبقى السيستم مريحني جدا. فبيقول لي انت عايز تعمل الوكيت بايه؟ غالبا مثلا انت هتستخدمه الالوكيت مثلا بالكميات، على حسب الكميات اللي انا شاريها، وبقول له ايه؟ الوكيت اول، واعمل لي الالوكيت. خلاص كده السيستم عمل الوكيت. اعرف ازاي ان السيستم عمل الوكيت؟ بقف على اللاين واشوف كل لاين خد كام منين. اروح على الفاينانشال وهروح على المينتين تشارج، وبص السيستم اداني 3.33 على اللاين الاولاني اللي هو بيعتبر اللي هو التلت، ال 3.33 من 10. طب التاني لان هياخد هنا 3.33 وهنا هياخد 6 وشويه. لو انا رحت هنا على الفاينانشال هنا تاني، قلت له مينتين تشارج، قال لي ايه؟ قال لي 6.76. يبقى اذا هو راح على حسب الكميه وعمل توزيع تشارج. يعني الصنف ده او اللاين الاولاني هياخد 3 ريال وشويه، والتاني 6 ريال وشويه. كده اقدر اعمل كونفرميشن. في حاجه هنا يا جماعه والله الامور واضحه؟ تمام، جميل. الباشمهندس هو كده ممكن نوزعه دلوقتي على اللاين. احنا ممكن نوزع القيمه كلها على من الهيدر مره واحده على البي او. يعني بدون ما نوزع على اللاين، احنا كده بنوزع على لاين بيت لاين. ممكن نوزع على الهيدر كله، على البي او كله مره واحده من الهيدر، ولا مش ممكن؟ ما هو احنا موزعين لوحده مره واحده. يعني انت لما بتخش هنا على البورشيز وتقول له الوكيت تشارج، لو عندك 100 لاين وقلت له اوكي الوكيت، خلاص هيوزع على ال 100 لاين. لا انا نزلت هنا عشان اوريكم السيستم وزع او لا. يعني هنا عشان تشوف السيستم وزع ولا لا. يعني انا لما عملت الوكيت هنا على التشارج، انا من الهيدر قلت له الوكيت للاونلاين، هو طبيعي جايب لك بالديفولت اونلاين اهو، وعملت الوكيت خلاص هو وزع. يعني لو عندك 100 لاين هنا، خلاص هو السيستم وزع اوتوماتيك على ال 100 لاين معايا. بس انا عايز بقى، انا بوريكم. يعني ممكن واحد يسالني سؤال، طب انت قلت لنا انت هو وزع، طب ازاي بقى تعرفنا نعرف ان هو وزع ولا ما وزعش؟ ازاي انت اشتغلنا؟ لا اقول لكم لا، عشان اوريكم هتقف على اللاين وتقول له فاينانشال وتقول له ايه؟ مينتين تشارج، فبيوري لك ان فعلا اتوزع هنا 33 وهنا اتوزع هنا كذا، على حسب عمليه التوزيع اللي انت اخترتها. فبروح اعمل كونفيرميشن. كده طبعا مش هيديني ايرور مسج ولا هيديني اي حاجه، لان انا ايه عملت عمليه الالوكيشن، وبالتالي السيستم عامل معايا الالوكيشن. جميل. طيب بعد الالوكيشن في عمليه الريسيت، شوفوا بقى انا قاصد اوريكم دي. تعالوا ما نشوف الاعداد بتاعنا. عارفين انا لما دخلت دلوقتي وعملت لكم الربط مع الجي ال، ما عملتش اعدادات لايه؟ للريسيت. مش احنا اتفقنا ان احنا نشتغل فاينانس بس؟ تعالوا كده نشوف السيستم هيعمل معانا ايه. وقلت له اوكي. مش هيقبل صح يا باشمهندس؟ المفروض ادينا ايرور. نفتح من هنا ونشوف الايرور. قال لي ايه؟ ده ايرور تاني. خلي بالكم خلي بالكم يا جماعه، والله العظيم انا بتكلم في حاجات خطيره جدا وخدت منه وقت كتير جدا على ما فهمتها. بيقول لي purchase order رقم كذا cannot received because inventory transaction with the status registered are insufficient. يعني ايه الرساله دي؟ بيقول لي ان انت لما جيت تعرف الايتم موديل جروب قلت لي اللي هي الويتد افريج، عشان يعني تبقى الامور واضحه معاكم، قلت لي في خطوات لازم تمشي عليها وانت بتعمل استلام، منها عمليه الريجستر. كونك انك بتعمل اعدادات للايتم موديل جروب او بتعمل اعدادات برضو، هم الاربعه اللي انا نبهت عليهم مهمين. كونك انك بتعمل اعدادات وبتعمل تشيك بوكس وما انتش عارف معناها، دي بتطول لك البروسس او تاثره. يعني ايه؟ يعني بيقول لك التشيك بوكس اللي احنا كنا علمناه على الفيزيكال. الله يكرمك. لا بس الفيزيكال دي حاجه تانية. الفيزيكال ديت بتقول لي ان اما تيجي عمليه تعمل عمليه استلام هنش اكيد يوميه او لا. تعال نشوف على الايتم جروب عشان تبقى الامور واضحه معاك. بصوا انا يعني حابب ان المشاكل تظهر عشان نشوف ايه حلها. اروح للانفنتوري مانجمنت، سيت اب، ايتم جروب، ايتم موديل جروب اللي هي الويتد افريج. دي الطريقه اللي احنا بنستخدمها. بصوا يا جماعه تعالوا ننزل هنا كده. شايفين ده فيزيكال ابديت؟ شايفين ده يا جماعه؟ المكان ده اللي بيحدد لي البروسيس البي او هيمشي ازاي. يا ترى كفايه ريسيفد ولا لازم اعمل عمليه ريجستر قبل الريسيفد، ولا مش لازم ريسيفد اصلا واروح اعمل انفويس؟ يعني انت كده رقم واحد لما تيجي رايح شركه وبتعملها امبلمنتيشن، طب وبالله عليكم يا جماعه ادوني البروسيس بتاعكم بتاع البيرشيز اوردر. هيقول لك يا عم احنا بنعمل كونفيرميشن، وبعد الكونفيرميشن ما بنعملش لا عندنا ريسيف ولا عندنا اي حاجه، احنا عايزين نعمل انفويس دايركت. يبقى انت عينك فين؟ عينك هتروح على الايتم موديل جروب، هتقول له لا انا مش عايز ريجستر اديت، انت يعني بناء على طلب المدير المالي، ولا عايز ريسيفنج. الاثنين دول بيخصوا البي او. معناها ايه؟ معناها ان كونفيرميشن واعمل انفويس. شركه ثانيه تقول لك لا يا عم انا عايز بروسيس ستاندرد. طيب ايه اللي انت عايزه؟ تعمل ريجستريشن وتعمل ريسيف. ايه الريجستريشن؟ عشان برضو الناس اللي ما حضرتش الريجستريشن ده امين المستودع، اما ممكن يكون من الشخص كمان الايجنت يقدر يعمله، بس خلينا نفرض ان امين المستودع. امين المستودع لما يجي يستلم البضاعه لازم يعمل ريجستريشن. ريجستريشن يعني ايه؟ لازم يحط الباتش نمبر، لازم يحط السيريال نمبر، لازم مش اجباري بس لازم يخش يعمل ريجستريشن، لان انا ممكن وانا بعرف التراكنج دايمنشن اقول له نون، بس لازم يخش يعمل حاجه اسمها ريجستريشن. يعني انا لو ما عنديش سيريال نمبر ولا عندي اسمها باتش نمبر، خلاص دي ما تلزمنيش كشركه. ليه احط اسف دي ما تلزمنيش، ليه اعمل ريجستريشن؟ يبقى انا ما عقدتش البروسيس، انا بسهله. لكن الريسيفنج تلزمني عشان امين المستودع هو اللي يعمل استلام وتبقى مسؤول على يجرد ويعد، وبعدين هو اللي يعمل استلام بنفسه. انا مش هروح انا راجل محاسب اقول او صاحب شركه اقول له لا ما تعمليش بلاش الاستلام واعمل انفويس على طول. طب انا عملت انفويس، انا محاسب رحت عملت انفويس على طول، ما اناش عارف البضاعه استلمت ولا لا، البضاعه مثلا فيها عيوب ولا ما فيهاش. لكن انا لما بعمل دي بدي الامين المستودع اقول له يا عم دي مسؤوليتك، خش واستلم وراجع واعمل. فانا بناء على الايه؟ على البروسيس. طب هنا البيك والديدكشن نفس الفكره في السيلز اوردر، دول بيخصوا السيلز اوردر. طيب فانا لو قلت له ريجستريشن انا كده بلزم نفسي وانا بعمل كونفيرميشن. يعني انا لما جيت دلوقتي اعمل ريسيف السيستم مديني ايرور، قال لي ايه؟ قال لي انت مع اهو شوف الايرور، قال لي ايه؟ ريجسترد وذ ذا ستيت ريجستر، لازم تسجل الريجستر الاول. ليه؟ لان انت اللي فرض على نفسك كده، انت اللي طلبت مني كده. طيب لو انا شلت دي خلاص رحت عملت هيقبل معايا، لكن هسيبها ما هو مش هيقبل لان انا خلاص عملت البي او. لكن في البي او الجديد خلاص دي خلاص كل سنه وانت طيب. فانا بالمره هوريكم الريجستر ده وايه فايدته. طيب الريسيفنج، طيب تعالوا بقى نشوف الايه كده الريجستر. بخش على اللاين، هعمل ريسيف عادي جدا برودكت ريسيت. طبعا احط رقم ريسيت هنا. طبعا لو عملت اوكي هيرفض، فانا لازم اعمل عمليه تانية وهي ايه؟ هدخل على اللاين ده واقول له ابديت لاين. يعني كده هندسه بتفتح منين معلش؟ عايز ايه انت؟ افتح الريسيف دي تاني. من اول ريجستر بتجيبه منين؟ هتخش على الريسيف. احنا هنعمل عمليه استلام، انا امين مستودع اهو بقى ماشي. امين مستودع يبقى اخش على الريسيف. هو اصلا مش هيبقى معاه صلاحيه غير الريسيف، يعني انت لما تديله صلاحيات هتلاقي الشاشه دي بالنسبه له ومفيش الا الريسيف واللاينز، وحتى مش هيشوف الاسعار. هيخش على البرودكت ريسيت، هيخش هنا هتكتب رقم الريسيت. غالبا بعض الشركات بتستخدمه رقم البي او. وبنزل هنا، خدوا بالكم فيه اوفر فيو في لاينز. هنزل هنا هقول له يا عم اول واحد هقول له ريجستريشن. هنا بقى لعبه ايه بقى؟ لو في باتش نمبر او سيريال نمبر زي ما شرحت في المحاضرات اللي فاتت يبقى انا لازم اسجلها هنا. ريجستريشن تسجيل، بسجل هنا السيريال نمبر وبسجل هنا. لكن لو انا وانا بكريت ايتم قلت له التراكنج دايمنشن جروب نان، يعني ايه؟ يعني ما تدخلنيش في سياسه السيريال نمبر والباتش نمبر. في شركات بعد ما بتستخدمش لا سيريال نمبر ولا باتش نمبر، فعلى حسب الاعدادات بتاعتك. هقول له هنا ايه؟ اد ريجستريشن. بمجرد ما اعمل اد ريجستريشن نزل لي اللاين تحت هنا. عشان ايه؟ عشان اقول له مثلا لا ده انا استلمت 3 حبات. هنا بقى يا جماعه اللي عاوزين يستلم بارشل تقدر تغير الكميه هنا، تحط الكميه هنا. الصنف ده ما جاليش منه الا 3 فبحط 3. الصنف ده جاله 2 بحط 2. الصنف ده استلمت ال5 استلمته. طب ايه الميزه الثانيه كمان في الريجستر؟ الميزه الثانيه في الريجستر غير الباتش والسيريال ميزه مهمه جدا. انا رحت في البي او واخترت المستودع رقم 71 وانا بكريت برشيز اوردر. الشخص اللي بيكريت برشيز اوردر راح حاطط لي مستودع 30 بالغلط، فانا عملت كونفيرم وعملت كل حاجه. وما جيت استلم لقيت نفسي بستلم على 71. ارجع لكم تاني هنا. لو انا رحت عايز اقفل الشاشه دي يس، اقفل لكم دي كمان عشان تبقى الامور واضحه معاكم. يس الباشا كاتب لي هنا 30 معايا وانا عملت كونفيرم، وانا كأمين مستودع عايز اغير ال 30 ده. لو انا رحت غيرت من هنا هحتاج اعداد تاني، هحتاج كونفيرميشن تاني. خدوا بالكم يا جماعه برضو كويس ان يعني الشغل بيجيب بعض. لما بنعمل كونفيرميشن لما بقى شايفين هنا انا بدور على دي خلاص كده، دي اكتف. انا عملت كونفيرميشن، بفتح دي في لاين واحد كونفيرمد. شوفوا النقطه دي، شوفوا الحته دي 271 داش 1. ليه يا عم الحاج؟ لان ممكن واحد يدخل يعدل ويعمل اديت. في الحاله دي السيستم لازم بيحتاج كونفيرميشن من جديد، وبيضيف لك لاين تاني اسمه كونفيرميشن 2. يعني هنا لاين مكتوب فيه 271 داش 1، السيستم اللي كتب داش 1 دي من عنده. لو انا عملت لاين داش 2 3 داش 3، والسيستم بعد ما تعمل داش 1 وداش 2 وداش 3 لما تيجي تعمل ريسيف ما بيبصش للقديم، هو بيبص لاخر كونفيرميشن. طيب ارجع للريسيف احط الرقم، انزل هنا اقول له اعمل لي ابديت لاين ريجستريشن. في الحاله دي لو امين المستودع عامل لي الدنيا غلط بعمل اد ريجستريشن وبختار وير هاوس تاني. طبعا السايت ده بيبقى ممكن يبقى فيه 5 وير هاوس 6 وير هاوس، فبنختار الوير هاوس التاني. لكن انا عامله هنا مربوط بوير هاوس 1. وبعدين اقول له كونفيرم ريجستريشن، لازم الكونفيرم كده اول لاين خالص. انا عملت لاين 1، هنزل على اللاين التاني واقول له ابديت لاين ريجستريشن، وهاجي هنا اقول له اد ريجستريشن كل الدنيا مظبوطه اقول له كونفيرم. هل السيستم هيسمح لي بالريسيف؟ يسمح لي بالريسيف ناو، بس لو ما كانش في مشكله تانية. مشكله تانية لا تخص ريجستريشن. سوري. طبعا انا دخلت كل حاجه. اعمل اوكي. تعال نشوف الايرور اللي هيظهر. انا مش بصعب الامور يا جماعه والله، بس انا بحاول ان انا يعني اظهر لكم كل حاجه وكل. انا ممكن ادخل على الريسيف السيستم يقبل والريجستريشن والدنيا تقبل معانا. تعال نشوف هنا ادينا الاوبريشن كومبليتد ليزان مينيت اجو. طيب تعال نشوف هو عامل استلام. هل يا ترى انشا فوشر او لا؟ فوشر. طيب احنا قلنا ممكن يكون ما انشاش فوشر عشان حاجه تانية. ادخل على اللي انا قلتها المحاضره اللي فاتت، periodic task سبليجر ترانسفير. يس ترانسفير ناو كده انشا فوشر. طيب كويس، حته جميله. طب انشا فوشر ليه؟ مش انا قايل ان انا هستخدم طريقه الفاينانشال بس؟ هل انا رحت في الايتم موديل جروب وشلت التشيك بوكس بتاعت انه يعمل لي قيد استلام او لا؟ نشوف. لا حضرتك لا، الريسيفنج فضل متعلم عليه ان يبقى من ضمن الاجراءات. ممتاز. ما انا شوف انا بس بنحاول ان احنا ايه نوري كل حاجه يا جماعه. شايفين يا جماعه؟ لا والله هنا بوست فيزيكال انفنتوري لا. شايفين الحته دي؟ المفروض هنا هو ما ينشئليش قيد يومي. ما ينشئليش ايه؟ قيد يومي. طيب امتى بقى ينشئ لي قيد يوميه؟ هقول لكم تاني، هشوف لكم طريقه بالنسبه لموضوع القيد اليومي، لان المستودع ممكن يكون معمول فيه ليفل اقل من ده. هشرحها لكم مفيش مشكله، بس خلينا نكمل البروسيس ده. طيب انا لما خدت البي او طيب اعمل انفويس. طيب طبعا هنا لو انا رحت ابص على المينتين تشارج اللي احنا كنا عاملينها، لو انا حبيت اضيف وانا بعمل فاتوره، يعني انا دلوقتي لقيت ان المورد بعت لي بيقول لي لا يا عم ده انت ما خدتش ترانسبورتيشن بس، بعد ما عملت ريسيف. طبعا انا مش عارف، اتفاجئت وانا والمورد بيبعت لي الفاتوره حاطط لي ترانسبورتيشن وحاطط لي ضايف لي مثلا لودنج. هو كمان كان جايب عمال هي اللي شالت وعملت. وخلاص يا جماعه احنا اتفاوضنا مع المورد، وفي النهايه اتفقنا يا عم ان احنا هنشيل حق الايه اللودنج كمان. طيب انا هنا بالنسبه لي لو رحت للفاينانشال للمينتين تشارج حاطط لي التلاتة ريال اللي هي بتاعه الترانسبورتيشن، وحاطط لي برضو اللي هي الستة ريال وشويه اللي هم خلاص اللي احنا كنا عاملينه من البدايه. اتفاجئت لا ان في الفاتوره كمان ده حاطط لي لودنج. فانا اعمل ايه؟ عادي ادخل اقول له على المينتين تشارج وهقول له اختار الكود. هكون انا بقى ناشئ كود اسمه لودنج مثلا، نقول له او لودنج مثلا، واقول له يا عم حط لي يا عم كمان ايه 10 ريال. ماشي. يبقى انا كمان اهوت بعد ما عملت ريسيف مع الفاتوره جه قال لي لا ده فيها 10 ريال كمان، فبقفلها وبرضه بروح اعمل لها عمليه ايه الوكيت تشارج. لازم الوكيشن على النت اماونت المره دي، واقول له اللوكيت. خلاص لو انا رحت على اللاين تاني هنا عشان اشوف يا ترى انا كده وزعت سيستم وزع اوتوماتيك. اروح على المينتين تشارج، رحت لقيت في ايه؟ في لودنج 3 ريال كمان انضافوا بالاضافه للترانسبورتيشن. يبقى انا كده السيستم فاتح لي الدنيا كمان، بحيث ان انا اما اجي استلم اما اجي افوتر يبقى انا اقدر اعمل عمليه التشارج. وطبعا دايما بتعينكوا على التوتال، بتشوف التوتال فبيديني كذا 1520، وهنا 20 ريال اللي تشارج اهي اللي هي ال10 لودنج وال10 ترانسبورتيشن، واقول له كلوز. طيب وبعدين اعمل ابديت. الابديت قلنا ايه وظيفتها؟ الابديت زي ما قلنا بيشوف لي الكميات اللي في البي او والكميات المستلمه والكميات في الفاتوره، هل الكميات دي كلها متطابقه او لا، وهل السعر متطابق في البي او زي سعر الفاتوره ولا لا. فبقول له ابديت ماتش ستيتس، هنشرحها بالتفصيل لان فيها حاجات سيناريوهات هبقول لكم عليها ان شاء الله. شايفين؟ بصوا هنا كده ماتش ستيتس از بيست، خلاص نجح معايا. وبعدين اعمل عمليه البوست. طبعا هنا بقول لازم تحط رقم الفاتوره، وبحط رقم الفاتوره هنا، وبحط ديسكريبشن هنا فاتوره من مورد كذا كذا، وبقول له بوست. طب السؤال هنا، هل التشارج هيطلع لها قيد يوميه؟ لا مش هيطلع قيد يوميه. ليه؟ لان انا لما جيت اعمل السيستم قلت له حط لي التكلفه، حط لي التكلفه على ايه؟ على الصنف. فهنشوف دلوقتي تكلفه الصنف، هل يا ترى فعلا تكلفه الصنف زادت بقيمه التشارج او لا. طبعا ديت الرساله القديمه فبقفلها، بيديني رساله باللون ده بيقول لي الايه، ذا بروسيس از كومبليتد. خلاص البروسيس معايا كومبليتد والامور معايا تمام 100%. خلاص كده معناها ان انا ايه، البوست السيستم اعمل البوست. اروح لو رحت هنا للمستودع عشان اقدر اشوف خد في اعتباره التشارج ولا لا، زودوا تكلفه على الصنف او لا. فبروح للانفنتوري مانجمنت انكوايري اون هاند ليست، طبعا هنا الفلتر. لو قلت مثلا السيرش نيم، لو انا مش حافظ بنزل على السيرش نيم واكتب جاكيت 3 حروف بس او 4، واقول له بيجين واقول له ابلع، هيجيب لي طبعا الجاكيت كل اللي عندي الجاكيت. هاخد اخر جاكيت اللي هو ده اللي هو 002. شايفين هنا قال لك الفيزيكال انفنتوري 15، والايه نشوف ندخل على الترانزاكشن كده عشان نشوف الحركات اللي هو عاملها. حط لي هنا البرشيز دي منه 10 و5، وحط لي الكوست 1013.34. طيب نشوفها ازاي، نشوف القيمة هنا كام في البي او، هو ده البي او. لو رحت للانفويس سعرها كام، ده الانفويس اماونت. لو رحت لللاينز، طبعا عشان شايف لاين واحد، اللاينز هنا كام، مش جايب لي هنا سعره 1000. شايفين هنا 1000، زود عليها قيمة ايه، قيمة التشارج. فبقى هنا معايا كام، 1013.34، وال500 بقت 506. لو جمعت ال13 34 مع ال6 66 هيطلعوا لي 20 ريال اللي هم الايه، التشارج. وبالتالي هو ضاف لي قيمة التشارج على المستودع، وتكلفة الصنف زادت بقيمة التشارج ديت بناء على الانفنتوري ترانزاكشن. والقيد معلش القيد نفسه اللي نشأ عن الانفويس ممكن نشوفه، هنشوفه هنوريهولك. بس كده معناها ايه، ان القيد هيطلع مختلف عن اللي احنا عملناه. ليه؟ لان هو عامل عملية استلام، نشأ فوشر في عملية الاستلام، فديت انا هخش ايه اظبطها لكم. طيب الاول اروح على الجي ال اشوف اترحل او لا عشان اتأكد من البريودك. تمام جميل، مش موجود. تعال نشوف القيد اللي اتنشأ. طيب حابب اوريكم حاجه جديده، نشوف اغير لكم يعني، نشوف القيد اللي اتنشأ بطريقه تانية. راعي جي ال وانكواري اند ريبورت وفوشر ترانزاكشن، دي طريقه تانية من الماليه عشان اشوف ما هو القيد سمح فين، في الماليه. يبقى اذا المدير المالي والمحاسبين يقدروا يشوفوه، والناس اللي هي ايه وكده كده اصلا دي صلاحيه محاسبين. انا اقدر اشوفه من مكانين، من البرشيز اوردر او من ميزان المراجعه او من الفوشر. الفوشر ده يا جماعه بس حاجه ملخصه كده، التقرير اللي انا فتحته ده لا يمكن اي قيد ينشأ من اي مديول لازم يرمي في المكان ده، استحيل. قاعده عامه، اي قيد من الاكونت بيبر اكونت ريسيفابل بروجكت ريتيل مانيفاكتشر، اي قيد لازم يرمي في المكان ده الفوشر ترانزاكشن او الفوشر ترانزاكشن لازم يرمي هنا. فده بالنسبه لي كنز. بروح اعمل بقى ايه طبعا فلتر عشان هيدينا حاجات كتير. هقول له مثلا هات لي الكود اليومي بتاع النهارده 26 يا جماعه ولا 27؟ يبقى 27. خدوا بالكم عشان ايه ان نشوف كده نعمل اوكي. يبقى 26 يعني عاملينها معقوله. طيب وشر ترانزاكشن اوكي من غير تاريخ خالص. هو ده صح، ده القيد اليومية هو اللي ناشئ. ألف 520 هنا والاكونت بيقول 1520. حط لي 1500 على الاكرود برشيزر. شوف انا قلت لك ان احنا ما كنتش عايز اوريك القيد على اساس ان هو عامل قيد الريسيف معانا، واخد بالك؟ يبقى دي طريقه هشرح لكم القيد من هناك عشان في هنا قيود كتير ما تتلخبطوش. بس دي طريقه ان انا بايه بشوف بقدر اشيك على ايه، على قيد اليومي. لو رجعنا للبي او عشان يبقى الدنيا مختصره، في حاجه اسمها فاوتشر هنا اهي. بدخل على الفاوتشر واشوف القيود اتنشأت ازاي اهو. هنا الفندر كده المورد انا هديله 1520 لان احنا اتفقنا قلنا ايه، قلنا لما هنشتري البضاعه المورد هياخد حاجتين، تكلفه البضاعه بالاضافه ل 20 ريال اللي هم الايه، اسف هو ده اللي هو الفندر اهو، بالاضافه ل 20 ريال اللي هي التشارج. في نفس الوقت المستودع هيخش بايه، ب 1520 معايا. طيب هنا بقى دخل على ال 1500 اكرود بيرشيز نوت ريسيفد، ودخل على الرو ماتيريال. ليه؟ لان انا قلت ده السيت اب ده انا ما عملتوش. السيت اب ده عارفين الحركه بتاعت اول اللي كانت موجوده كلمه اول، لان انا ما عملتش الجروب فراح خده بالديفولت. فده انا هخش اظبطه لكم، يعني ده مش غلط ده صح معايا. بس ده هو عامل احتساب، يعني السيستم لما احنا قلنا هنوقف عمليه هنعمل الكود اليوميه خاصه لما يجي المورد يدينا الفاتوره بس. لكن في حاجه خلت القيد ينشا هشوفها انا دلوقتي ايه السبب اللي نشا القيد الريسيف. يعني القيدين عشان ما تتلخبطوش القيدين دول ما تاخدهمش في حسابكم دلوقتي. احنا القيد اللي نشا ايه، ان الفينش دو جود او البضاعه دخلت ب 1520 ريال لحساب المورد. يبقى المورد له 1520 ريال اللي هي 1500 البضاعه المستلمه بالاضافه ل 20 ريال الشحن. طيب واحد يقول لي طب ليه البضاعه ده على 1520 ريال؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا بقى بعد كده هخلي الطريقه بقى حسب سياسه الشركه، بتقول لك لا يا عم ما توزعليش التشارج على المستودع. فكده يظهر ازاي؟ يظهر ب 1500 فينش دو جود 20 ريال ترانسبورتيشن الى المورد بال 1520. ده في حاله ايه، ان انا قلت لا ما تضيفليش التشارج على ايه، على الصنف. فدي طريقه. طب اتفضل. تمام. طب في حاله ان المورد اللي هو البضاعه لوحديها ومورد التشارجز دي مختلف، مش فاهم. الحاله الثانيه يعني في حاله ان الفريت او الانشورنس اي حاجه متعلق بموردين تانيين، الحاله دي هكلفها ازاي هثبتها على المنتج؟ لو انا هربطها بالمنتج تكلفه الايتم نفسه. موردين تانيين ازاي؟ يعني انا دلوقتي عندي البضاعه بجيبها وليكن من OTS، ماشي، وباجي اتعامل مع شركه شحن مثلا، اي شركه شحن DHL، اي شركه شحن تانية. ممتاز. فازاي هحمل البضاعه هسجلها مفيش مشكله، انما ازاي هحمل بقى التشارج دي اللي هي متعلقه ب DHL هثبتها ازاي على الايتم؟ بص في طريقتين ماشي. في طريقه ان انت هتثبت مالكش دعوه بالاكسترنال فيندور اللي هو المورد الثالث ده، او اللي هو بنسميه ثيرد بارتي فيندور او ثيرد بارتي، مالكش دعوه بيه. انت هتثبت في البي او التكلفه فقط معايا، تكلفة البضاعة. وبعدين هتروح تعمل في حاجة اسمها عندنا اسمها انفنتوري موفمنت. الانفنتوري موفمنت ديت ايه وظيفتها؟ هتحط الكمية او هتحط المبلغ بالنسبة لك هتبقى كمية، وهتحط سعر الوحدة من التشارج. الى حساب المورد. دي طريقه معايا عن طريق الانفنتوري موفمنت، او في طريقه ثانيه ان احنا برضو هنقدر نعرفها بالتشارج برضو. يعني في عندي طريقتين، يا اما بطريقه التشارج يا اما بطريقه الايه الانفنتوري موفمنت. لو امكن حاله كده وحضرتك بتشرح يبقى نطبقها بالفكره دي، لان دي اغلبيه الشركات بتبقى كده. يعني طيب. اغلبيه الشركات لو انا بستورد من بره بيبقى في شركات مختلفه في الخدمات. حطها نوت عندك. وليه ما عملناش بي او ثاني يا باشمهندس بصنف سيرفيس؟ الصنف السيرفيس دوت اسمه مثلا تشارج ينفع فكره جميله ينفع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش اسف على الازعاج اللي عندي، بس ابصر اكشف الفرق بين الشارجنج واللاندد كوست. مش سامع حضرتك قوي يا باشمهندس. ايش الفرق بين الشارجنج واللاندد كوست؟ تمام. هو التشارج طبعا التكلفه اللي انا بدفعها لغايه ايه وصول الصنف للمستودع. اللاندد كوست ممكن تكون هي نفس اللاندد كوست اللي هي ممكن تكون تكلفة الصنف بالإضافة إلى التشارج اللي أنا بعملها. ده في حالة إن أنا قلت إن التشارج دي بيتم توزيعها على الصنف. أنا قلت عندي التشارج فيها نوعين، فيها حاجتين، فيه إن أنا بخلي السيستم أوتوماتيك يوزعها تكلفتها على الصنف، أو إن هي تبقى إكسبنسز. ففي حالة اللاندد كوست هنا مش يعني ايه مش يبقى ملهاش علاقه بالتشارج. يعني انا اقصد اللاندد كوست معناها ايه؟ معناها تكلفه الصنف لوصوله للمستودع، من تكلفه من كوست من التشارج من كل شيء. طيب اللاندد كوست ممكن تختلف عن المجموع الاثنين. ليه؟ لان انا دلوقتي الصنف عمليا صرف معايا الكوست بتاعته بالاضافه للتشارج، يبقى دي تكلفه اللاندد كوست. بس في حالة ان انا ايه ان انا حاطط التشارج ضايفه على تكلفة الصنف. تمام يا باشمهندس؟ تمام. اسف على الازعاج. لا ولا يهمك. تمام وضحت الصورة. ما شاء الله كده. احنا كنا بنتكلم ففكره الباشمهندس محمد ان انت ممكن تنشئ سيرفيس بالسيرفيس، اذا كانت كاستم اذا كانت ترانسبورتيشن من مورد تاني، وتنشئها بالقيمه للتشارج وبتعمل لها بي او. لكن في فكره برضه انا عشان كده انا بقول للباشمهندس اسامه اكتبها عندك ملحوظه، عشان في طريقه تانية ان شاء الله هدور لكم فيها. ان انا وانا بعمل الكود وانا بنشئ التشارج كود ده في الاكونت بيابل، هنا معايا التشارج كود، بس هنا البوستنج هيربطها لي بالفندور. تمام. لا في طريقه هقول لك عليها وانا بعمل الوكيشن، ان انا بربطها باكسترنال. بس اكتبها عندك يا سؤال كويس. طبعا اتفضل. هو الطبيعي في الحالات ديت ان الناس بتحمل تكلفه البضاعه، تكلفه الشيبنج او الكليرنس او كده على الايتم، وبيبقى في ثيرد بارتي مش الفندور اللي موجود عنده. صحيح. فالناس بتعمل الاتي، بيعمل بالظبط زي حضرتك ما عملت كده، بيعمل كوست الوكيشن عليها، وبعدين بياخد الفواتير اللي هو عملها التشارجز اللي موجوده، بيروح على المديول بتاع الجي ال في حاجه اسمها كوست الوكيشن، بيختار الفواتير وبيختار الفندور اللي هو الاكسترنال فندور اللي هو المخلص او بتاع الجمرك او الشاحن او كده، وبيوزع الايه وبيوزع التشارجز دي عليه. فيبقى هو عمل الاثنين، حمل تكلفه الباكينج او التشارجز او الكليرنس على الايتم ذات نفسها، وثبت المديونيه على ذمه الايه؟ الفندور اللي عمل له الخدمه. صحيح. فده البيست براكتس اللي الناس كلها بتشتغل عليه، يعني في الشركات كلها. فهو بيعمل، حضرتك عملت نص الموضوع بالظبط كده مظبوط. لكن الجزء الثاني ان هو بيعمل كوست الوكيشن من جوه الجي ال بقى. بس ما بيعملش كوست الوكيشن داخل بقى البي او نفسه، لان كده هيبقى في دوبليكيشن. لا هو ما بيعملهاش ايتم، ما بيعملهاش فيندور ايتم، يعني البوستنج بتاع بيغيرها. بيعملوا اكسبنسز بقى بالظبط، بيختاروا جي ال وبعدين بيقفل الجي ال في ذمه الايه الفندور. ممتاز، اللي هو الثاني. ممتاز، فكره كويسه صح. يبقى دي فكره برضو الباشمهندس بيقولها، ان انت بتعمل التشارج كود از اكسبنسز، وبالتالي الصنف في المستودع هيبقى داخل له بس بقيمه الشراء، وهيروح يسمع معايا في الاكسبنسز، هياخد الاكسبنسز يعمل لها الوكيشن على الفندور. صحيح كده؟ بس كده مش هيبقى يتحمل على الايتم. لا هيتحمل، ما هو الالوكيشن للاكسبنسز ده لما بيعمل له الوكيشن بيعمله الوكيشن على الصنف، على الصنف نفسه. اي مظبوط كده يا باشمهندس. من خلال البي او، لا 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 لا، من خلال عمليه الوكيشن دي حاجه في الجي ال. بالظبط، من جوه الجي ال. ايوه ممتاز. طيب كده بالنسبه للطريقه المانوال. هنروح بقى لطريقة الأوتوماتيك. ايه رأيكم؟ وقت يسمح ولا ايه؟ والله أنا شايف هندسة كده زي الفل. طيب ماشي باشمهندس محمد. والله ده 11 كفاية كده يا باشمهندس النهاردة عشان نقدر نتكلم في ماشي نشوف الشغل. مفيش مشكلة. اتفضلوا بخصوص المواعيد. ممكن نقفل تسجيل المحاضرة يا باشمهندس عشان المحاضرة. طيب جميل.